خلي اعيد المقترح دكتوره. نعم. انا اليوم اتحدث عن احداث في يعيشون حياتهم الطبيعية متسولين، خلينا نقول على سبيل المثال متسولين في شوارع بدون دراسة، ترجعوهم لمقاعدهم الدراسية وتعطوهم منحة شهرية 100-150 ألف. تمام، قانون رعاية اجتماعية، يعني هذا هو هو يمارس حياته مو بالدور. 2014 اكو بيه الإعانة المشروطة بس ما معمول بيه دكتورة. لا معمول بيه، اخذنا كم مستفيد عندنا؟ هسه بدت مدينة الصدر اخذناها نموذج. اليوم قانون الحماية الاجتماعية 14 الإعانة المشروطة يطلق عليها. شو تطوم شنو نظامها؟ أي أسرة عندها أطفال بسن المدرسة، نعم، وما مسجلين هذول الأطفال، طبعا يطوهم منحة للأطفال غير المنحة اللي يأخذها تأخذها الأسرة. طيب، في حال ثبت طبعا مو بس التعليم وإنما حتى اللقاحات. طيب، اللي يسموها المنحة أو الإعانة المشروطة، في حال ثبت دائرة الحماية الاجتماعية انه الاسرة ما ملتزمة، لان اكو باحثين طيب يتأكدون، تنسحب من عندهم الاعانة. هاي موجودة ولكن ما نصرف عليها الضوء. شقد تصرف؟ بس قولي شقد تصرف للفرد؟ والله هذه النسب انا يعني ممكن انه عن طريق الحماية الاجتماعية. دكتورة اليوم لو اربع ايتام، تمام، نعم، ما مؤهلين للعودة للدراسة، شاءت الأقدار أنه يرمون في تقاطعات بغداد. نعم. تمام، وأصبحوا أربع أخوة متسولين. نعم. إذا تصرفون على أربع أخوة بالشهر 400 ألف. نعم. تمام. نعم. هذول الأخوة حيرجعون وتتكفلون بعودتهم إلى مقاعدهم الدراسية. نعم. نعم. هذول الأربعة مو سحبتوا الخطر من عندهم؟ أكيد. مو سحبتوهم إلى أنه يكونوا بالمربع الإيجابي؟ ليش انفتحت المؤسسات؟ أولا المؤسسات انفتحت لرعايتهم. قانون الرعاية الاجتماعية جاء حتى يحمي كرامة الأسرة وإن كانت المبالغ قليلة. إحنا اليوم هسا إذا أريد أسلط لك الضوء على حدث موجود هسا بالدار، ها؟ اليوم هسا هو موظف، ما خلينا إحنا حدث يطلع خارج المؤسسات بعد ما يبلغ، لأنه إحنا هذا أصبح ابننا، فما ممكن أن يبلغ 18 سنة وأقول لك تفضل السلم من الشارع. موجود هسا موجود عبد الرحمن، تقدر تلتقي وياه. بس هو جزء كبير من عندكم السلم من الشارع. لا مستحيل، انا اقول لك يا مسؤولة عن كلامي. وين يروح؟ بالنسبه انا بحكي لك عن الايتام اللي هم هم نطلق عليهم. تمام، ايتام. احنا اليوم الايتام ماكو يتيم ما زوجناه وما خلينا موظف، بل حتى اليتيمات.